سؤال آخر باللغة الإنجليزية: Can we combine عصر prayer while praying ظهر prayer at home before starting the trip؟ هل يمكن أن نجمع بين الظهر والعصر قبل الشروع في السفر، قبل البدء في الرحلة من البيت؟ الجواب عن هذا: لا يصح لأحد أن يأخذ برخص السفر قبل الشروع الفعلي فيه، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فجعل جواز القصر مشروطا بالضرب في الأرض الذي هو السير فيها. والجمع في السفر حكمه حكم القصر في الجملة، وإن كان أمر الجمع أوسع، لأن القصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع يكون في المرض وفي الخوف وفي المطر وفي الحرج، فأبواب أو أسباب الجمع متعددة وكثيرة، فالجمع في الجملة أوسع من القصر في الجملة. والأصل أن المسافر لا يتمتع بالرخص إلا إذا شرع بالفعل في السفر وغادر عامر المدينة. لو المطار في مكان منفصل مثلا، إذا وصل إلى المطار فقد شرع في السفر، فيحل له أن يقصر وأن يجمع في المطار. أما في البيت قبل أن يشرع في السفر ليس مسافرا بعد، هو على نية سفر. الله جل وعلا يقول: إذا ضربتم في الأرض، إذا شرعتم في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر في المسجد النبوي 4 ركعات صلاة عادية، لأنه لم يكن قد شرع في السفر فعلا. لما وصل إلى الميقات صلى العصر ركعتين، فعلم من هذا أنه لم يأخذ برخصة السفر إلا بعد أن شرع بالفعل في السفر وبلغ مسجد الميقات. بعض أهل العلم أجازوا الجمع بدون قصر رفعا الحرج، وده اجتهاد أيضا معقول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحيانا شخص يقول: أنا في البيت، خاصة إذا كانت المرأة مسافرة أو مسافر مع أهله، يعني بعيدا عن الحرج الذي يكون في المطارات والضوضاء والجلبة والضجيج وكذا، لما لا أجمع قبل أن أخرج، أجمع الظهر والعصر قبل خروجي صلاة تامة 4 ركعات، يعني أخذ رخصة الجمع وحدها رفعا للحرج، دفعا للمشقة التي يمكن أن يقال أني إذا وصل إلى المطار ومعه أهله والبحث عن مكان هادئ ليس فيه ضجيج ولا يلفت أنظار الناس قد يكون فيه قدر من الحرج. اجتهاد معقول أن يجمع فقط في بيته قبل الخروج، لكن لا يقصر، لأن الجمع هنا ليس بسبب السفر، بسبب الحرج، ورفع الحرج من أسباب الجمع. ابن عباس يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر ولا سفر لئلا يحرج أمته، صلوات ربي وسلامه عليه. من بلغ سفره إلى المطار جاز له الجمع والقصر لأنه فارق عامر المحلة المدينة المنطقة اللي هو فيها، بخلاف واحد ساكن في المطار أو جنب المطار مباشرة، ده لسه لو فرضنا العمران امتد، أو هذا الرجل بطبيعته عامل أحد موظفي المطار وعنده بيت قريب من المطار بجواره مباشرة، هذا لسه لم يشرع في السفر بالفعل.